بسم الله الرحمن الرحيم. ده حسابي الوحيد على تويتر، انتظروني لكشف كثير من الجوانب المظلمه في حياته قصة سعود الزلنطحي. اسف ان انا ما كنتش اتمنى ان انا الجا لهذا الاسلوب، لكن اصبح هو الاسلوب الوحيد المتاح بعد تحطم كل محاولاتنا القانونيه للوصول لحقنا لاصطدامه بصخره الحصانه. شكرا للدعم والمساعده. شفناه بصوره، يعني انا طبعا هوصفها في فيديو اخر. في حضور هذا الجمع يعني 7 أو 8 بيفتحوا زنزانة لسجين جديد. طبيب الدكتور طبيب السجن اعتقد كان اسمه الدكتور مصطفى حامد عينه وقال لنا ان عنده اصابات شديدة احمرار. طبعا احنا كنا شايفين منطقة الافة دي كانت يعني حالة الاحمرار فيها شديد جدا، وقال ان هو عنده تهتك سفلي عين الطبيب، واكد وقوع الفعلة في الشنعاء، وقال ان ده هيسيب معاه اثر ممكن تكون عاهة مستديمة وهتتأثر بيها حركة المذكور في المشي، وان خطواته هتظل متأثرة طول حياته. انت بقى لو راجل يا صفيحة، انت لو راجل يا اخ مرتضى، اطلع قول للناس انت بتزك ليه. قد تكون الزكة اللي موجودة عندك من اثر ما حدث في هذه في هذا التوقيت. ده كان مشهد البداية. لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.